والله ضايق في الدنيا يا ابو سمره. تخيل لك حتى رجعه جمال ما نستني موضوع عند مخي مو معي ولاني طايق اسمع لا سيري ولا حديث. ايه ما في مشكله. يلا انا رح امشي. تمشي؟ يعني انت ما بصير تسمعني. انا بس لازم اقعد اسمعك واهتم بمشاكلك السخيفه انت والبطيخه تبعك هند. صابر انتبه لحكيك. انت واحد اناني وما بيهمك غير حالك. انا مو هيك. لا مبلا. اللي من وقت ما عرفت مشكلتي انا وجمال جمعتنا شيء؟ فكرت تدافع عني؟ لك فكرت تسمعني؟ تجي لعندي تسالني شبك؟ ولا ليش؟ طز؟ شو هالمشكلة السخيفة هي؟ قدام مشكلة الست هند العظيمة. أنت متوتر ومعصب وأنا ما رح أرد عليك. شو بدك تقول أساسا؟ خلصنا عفراء؟ اقعد اسمعني وبلا حيوانات. ما بدي اسمع شيء. لا بدك تسمع. انا ساويت اكثر منك وبهدلته ومسحت في الاراضي، واصحك تفكر اني عم دافع عنه. ها بالعكس، هاد واحد دب وبيستاهل. بس بشو بدي احلف لك انه ما صار شيء بيناتهم؟ لك انتو كيف بتفكروا؟ مفكره انه انا عندي مشكله اذا صار شيء بيناتهم ولا لا؟ يا لك شو مشكلتك؟ لك انا شو ما عملوا مع بعض، بلحظه جحشنه ما بتفرق معي، اما انه يحبوا بعض هي ما بقبلها. يو لك شو عم تخرف انت؟ انا هيك عقلي، شو بتساوي؟ لك جمال لا تفوتني بهذا الحكي اللي انا مستحيل افهمه. جاوبني من الاخر، ممكن تسامحه ولا لا؟ ايه بسامحه. هلا بطلع لعنده وبنحكي لنا كلمتين مع بعض وبيبرر لي ونبوس شوارب بعض وبتخلص القصه وبسامحه. ممتاز. طيب ليش لا؟ لانه السؤال مو اذا بقدر سامحه، السؤال إذا بقدر أمن له أو أثق فيه. عفراء أنا تعبان، أنا خايف من اللي جاي، أنا تعبان، ما عاد بدي مفاجآت، ما عاد بدي. يحرم علي إذا فهمت حرف. الو. اهلا هيلين. والله ما بعرف، هلا فت على البيت لحظة اشوف لك اياها. الو. مانو هون. خلاص خلاص. تكرمي بس يجيب له. مع السلامة. شو مين؟ هيلين عم تسأل عن جمال. أهلين بروح البابا. بس مريم؟ يعني هاد مانو أخوك؟
لك طبعا هذا مازن الغالي. اتبقوا انتبهوا وحسوا لكن انه عندكم اخ يتيم. لشو هالحكي اميره؟ فوتوا حبيباتي، فوتوا العبوا بغرفتي يلا. انا بشو مقصر؟ شو مقصر؟ مو بس انت، كلكم مقصرين. عندك خبر انه مازن ما بيعرفوا لاخوك نوراس؟ والله اريح له. شو هالحكي؟ قال يعني انت انظم، ما حضرتك ولا مره اهتميت فيه. ايه بتجيب له العاب، تشتري له اكلات طيبه، بتلعب معه شوي، بس انك اهتميت فيه بشكل خاص ولا مره، دائما بشكل جماعي يعني مع بنتك. ولا هذا المنظوم الثاني له يومين راجع لهلا، لا حمله لاخوك، لك لا باسه لا لاعبه، بس تتفاجئ فيه. أميرة حبيبي أنت أكثر وحدة بتقدري، الكل مضغوط. أيوة هيك بتكون حطيت إيدك على موضوعنا. موضوع شو؟ حبيبي أنا جيتي من عندكم، يعني لا كتير تعمل علي فهلوي. فايتة على الغرفة شوف وضع هالفيران وركز لهم أمورهم وراجعت لك. شو حكيت لها هي النور؟ خليني أخلص من السارة الأميرة أريح. مين اجا؟ معروف؟ معروف؟ هرب. اهلين حبيبي. لك انت حبيبة قلبي ونور عيوني. تأخرت كتير برد الأكل. لك شو بدي ساوي؟ هذا جمال بيطوش الدنيا. معروف؟ كاتب على ايدك؟ لك فايز، دكتور فايز رفيقي بالجامعة. ايه شو بو؟ بالصدفة التقيت فيه بالشارع وأنا ما عندي رقمه. ما لقينا لا ورقة ولا شيء، كتب على ايدي. معقول دكتورين طول بعرض ما معكم شقفة ورقة؟ يعني بدنا نحمل رشيتات بجيبتنا نور، رح غير ثيابي أنا على السرية بما يحضر لك اليوم. الله يعافيك يا رب. اهلا وسهلا. سلام عليكم. مرحبا يا ري. اهلين ابو نوراس، على فكره زعلانه منك كثير واخذه على خاطري. لا الله يسامحك يا ابي. ليش؟ لك يا ابي يا حبيبي، بتعرفني حاطه الاكل وقاعده ناطرتك، يعني انا بدي الدقيقه لحتى ادرس. والله حقك علي يا ابي، بس اجل عندي ضيف ولا لحتى طرح. لك انت خبرني لك يا ابي، خبرني طيب. قلت لك حقك علي يا ابي، لا تؤذيني. يلا بسيطه. المهم هلا مين من اخواتك هون؟ ما في حدا. كثير منيح، لانه عاوزك بموضوع بيني وبينك. ايوه هات لشوف شو عاوزني. نور ليش عم تبكي؟ وقت شو؟ انت صار لك يومين مو عاجبتني البنوبة. تذكرت امي الله يرحمها. انا ماشي اجيب لك شي معي. سلامتك.
الله يرحم امك. كنت اتشاكل معها مشان الارض. بتقلي يا رجال هاي ارض اشتريناها بتراب المصاري. حمود ربك واشكره انه عم بجيب لك المبالغ هي. بس انا كل الوقت كنت ارفض بيعها. بعدين فهمتها واقنعت ليش ما بدي بيعها. يعني نويت تبيع؟ ايه. اجى لعندي اليوم ابو نزار الدلال. جايب لي زبون ودافع فيه مبلغ محترم. وانت اساسا كنت شايلها لوقت الزنقه. مظبوط يا بي، كنت شايلها من شانكم. قلت لحالي بستناكم تخلصوا جامعاتكم. منبيعها بوزع عليكم المصاري وكل واحد منكم بشق طريقه وبشوف مستقبله. الله لا يحرمنا منك. ايه ابن وراس، وانا شو المطلوب مني هلا؟ يعني ابي بدي اسالك، اجى وقت نبيعها؟ ليك ابي، انا ما بدي منك اي شيء. لسه قدامي مشوار طويل لخلص دراسه واخذ الدكتوراه وافتح مكتب. بس اخواتي ايه صاروا محتاجين، وتحديدا اخي جمال. هذا الكلام المضبوط. اخوك جمال هو اللي خلاني احسن الموضوع، لانه المسكين خسر جامعته وخسر مستقبله وما عارف قدامه شيء بنوب. فقلت لحالي بنبيع الارض وبناخذ المصاري وندور على شيء مشروع يناسبه بيشتغل فيه مثله مثل الخلق. والشهاده الجامعيه يعني الله بيعوضنا يا ابي. بدي منك ما تنسى هالملاك، صحيح لساته صغير وبكير عليه، بس يعني بضل سعره بسعرنا. الله يسامحك يا بنتي، إلي أنا هذا الحكي؟ عم أمزح معك أبو نورس. إيه والله والله ماني مصدقة إنه قال هالكوم اللحم هاد بده يكبر ويصير شب ويصير عنده مستقبل. سبحان الله يا بنتي، ربنا بيسكر باب بس بيفتح ألف باب. أنا كل يوم بحمد ربي بشكره مليون مرة إنه الله بعتك مشان تربي لها الولد هاد، ولا غير رب العالمين ما كان بيعرف شلون بده يربى. بشو هالحكي هاد؟ ولو لك هاد اخي، هاد ابنه لابو نوراس. خلص بابا روقنا روقنا ابن نوراس. كنت متضايق وقت كان يخسرني بالشطرنج. هاي شو بتترحم؟ هذا العود إليك؟ ايه. اعمل لك شيء؟ بتعرفي؟ أنا لازم بمشي. أساساً أنا ما بعرف ليش إجيت لهون. بس جيت. خليك. ليك. اسمعي. اضربني. عمول اللي بدك إياه. لا تروح. قول شيء. لكن أنت بتعرفي قديشك كسرتيني أكثر ماني مكسور؟ لا. لك أنا حمارة، فيك تقول عني حمارة وغبية، بس ما ممكن أكسرك. لك أنتوا ليش ما فيكم تتمسكوا بشي بتحبوه؟ ليش؟
بتعرفي انه انت كنتي اكثر حدا عم فكر فيه بالسجن. وانت كمان ما غبت عن بالي؟ ما غبت عن بالك؟ شلون؟ وانت كنتي عم تمري بحاله من الارباك العاطفي مع السيد سامر. لا مو هيك، والله مو هيك. لك انتو ما بتعرفوا انه هاي العلاقة بيناتكم هي جريمة؟ جريمة موصوفة؟ جمال والله العظيم عم تظلمني، انت عم تظلمني. خليني امشي هيلين. والله العظيم ما حبيته. ما بدي اسمع هذا الكلام، ما بدي اسمعه. جمال انت عم تظلمني. جمال معلش تنطرني بس دقيقة واحدة. شو هدول؟ هدول كل شيء اضاع بالسنين الماضية. جرب تقراهم. ولك ولعي احكي بقى صلك سام قعدتيني شبكي. بدي اسالك عن معروف ومرته. ايوه شو حابه تعرفي؟ بما انه انت سلفتها فاكيد بتعرفي شي عن حياتهم. هنن واصلين للطلاق شي؟ طلاق؟ مين قال لك انت؟ ما حدا. هند مدامك سمعان هيك معلومة أصبح في حدا قايل لك إياها. أميرة قايلت لك شي؟ هلا لك حسب معلوماتي ما في هيك شي أبدا، بالعكس علاقتهم كتير منيحة. أساسا من فترة عامل لها عملية لعيونها مكلفته لفوق ولتحته وأخذها شهر عسل علاد إياه. بحبها؟ هلا ظاهرياً اي مبينين كثير متفاهمين وكثير بيحبوا بعض. ليش عم تسألي؟ ما في شيء هيك، مجرد فضول. فضول؟ بشرفك هند بعد 4 سنين جاي تقولي لي فضول؟ امبارح كنت عند أميرة. ايوه انا ونازلة على الدرج، مين بشوف؟ معروف. هلا طبيعي يكون لقائنا محرج، يعني بتعرفي قصتنا قديمة، بس ما بعرف. أول ما اطلع فيه هيك حسيت بشعور غريب، حسيت كأنه مبارح كنا سوا. كان عم يطلع فيه نفس التطليعة اللي كان يطلع فيه من زمان، كأنه عم يقول لي بحبك اشتقت لك. انت مو ملاحظه انه كل وقت عم تقولي حسيت وحسني؟ مو بس احاسيس، اليوم بالجامعه انا وطالعه من المحاضره لمحته واقف برا. عم تمزحي؟ شو جابه؟ ما بعرف، هو شاف الطلاب طالعين من القاعه حمل حاله وهرب. طيب يا اختي بلكي مو هو، بلكي مستشبه عليه مثلا. ما بعرف، بس على فرض كان هو، مو على اساس عايش حياته وبيحب مرته، ليش عم يلحقني؟ هند انت شو حابه تسمعي؟ حابه انه هو يجي يقول لك يا هند انا من اول ما شفتك رجع لي الحب القديم لقلبي، من اول ما شفتك وانا ما عم بقدر انساكي. طيب وعلى فرضنا اجى قال لك هيك، شو رح يكون ردك؟ رح توافقي؟ اكيد لا، مستحيل وافق. ليه اكيد لا؟ في 100 سبب وسبب. معروف متجوز وعنده بنت، بعدين أنا لحتى قدرت أطلع من القصة أخذت معي شهور وسنين وأيام.
لكن مجرد ان جابت السيره رجعت بشوف. سكري على الموضوع ولا كانه حكينا فيه. ايه لا حول ولا قوة الا بالله. خليك مع هذا الخير يا اخي. بعدين المفروض تقعد بصفي انت مو بصفه. عشرة عمر نحن. اخي على التليفون ما راح يمشي الحال. بعت يا بكره بقعد على المزار وانت اطلع منها. ايه اطلع منها. الله معك مع السلامة. شو ابي اتفقتوا؟ لسه ما اتفقنا، في قعدة على البازار بكره. يلا على الخير ان شاء الله. بابا حبيبي بما اني نيمته لمعزن رح فوتوا كمان دراستي لاني كثير متاخره. والله شايفك يا بنتي العمر رح يخلص والدراسه ما رح تخلص. ايه يا ابو نوراس طيب من طلب العلا سهر الليالي. اميره هذا بيت ناس ابنه طلع امبارح من السجن. كل واحد قاعد بغرفته وصفران. معقول ما قدر اعرف نفرح يا بنتي؟ والله بهي معك حق. انا رح فوت احكي مع جمال وانزل اشحطه لهذا الدكتور من اذنه. ودراسه اليوم ان شاء الله 60 عمرها، شو حتخرب الدنيا يعني؟ جمال؟ ابي؟ وينو جمال؟ مانو بغرفته؟ الله العظيم نزل غرفته ليكون نزل عند اخوه. ايوه طيب انا رح انزل بذات نفسي وشوفه اذا كان تحت، ماشي؟ ما بطول عليك. روح يا ابي. اللهم لا اسالك رد القضاء. وانما اسالك اللطف فيها. الله لا حول ولا قوه الا بالله. والله مو جنان والله. لا يا ستي جنان، لانه حضرتك من لما ما شفتيها عندي بلشتي تالفي بهالقصص والحكايات. شي شافها على الدرج، شي تشقلب كيانه ومدري شو صار له، ولا هي قصه رقم التليفون اللي مكتوب على ايده. شبكي لك نور، والله بعرفك اذكى من هيك. يا الله يا اميره ليش ما عم بتصدقيني؟ يا ستي وافترضي انه عن جد شافها على الدرج، ما كلياتنا بنعرف انه معروف بحبك، بحبك لك نور، بعدين بنعرف انه هو نسيها لهند من زمان، شبكي؟ ما نسيها وبحياته ما رح ينساها. شو عم تخرفي انتي؟ عن جد اليوم غليظة. صدقيني أنا بحس بمعروف من زمان، من وقت اللي كنت عمية. كنت إجي على باب مكتبه وأسمعه، كنت إجي لحتى أطمن عليه وأسمع صوت بكي، بكي حدا مظلوم وحدا مقهور من قلبه. ذكرني بحالي وقت كنت أبكي على الساكت وما بدي حدا يسمعني. صدقيني مثل ما عم قلك. عينيك ملاحظة انك عم بتبالغي شوي. ما عم بالغ. البابا شو بو؟ لك قلت له اني نازلة دقيقة وطالعة. تضربي منك لمعروف لهند لقصصكن منيح. يلا سلام.
ليكي، يا بتعزميني لعندك على كاسة شاي، يا بعزمك لعندي على كاسة شاي، شو قلتي اختاري؟ بتعزمني لعندك؟ شو في براسك ضياء؟ شو بده يكون في براسي؟ لا تكون ناوي تضحك علي. بتضحكي على 20 رجال سوا. الله يسامحك، بس الله يسامحك، سامحه يا ربي، غشي ما بفهم. فوت فوت ساوي الشاي، خليني خلص الحساب. يا امرك معلم عفراق، بتحب تشطف المحل؟ شطفت. قصي شهابي سدد الحساب، ها؟ ضل ام رواد لاخر الشهر. شبكت النحل؟ ما في شيء شبك. وين سارح بهالليل؟ شو عم تفكر؟ مثل مالك صارح وعم تفكر. عم تفكر تنتحر؟ لا انا انتحرت ومشي حالي. لك اليوم اكتشفت شغله جديده بحالي. خير ان شاء الله، هات لشوف. اكتشفت اني انا حدا يعشق العشق. يا رجل انا وقود المشاعر. الله، بتعرف انت شو؟ شو؟ انت مو مصلي على النبي. لك ليش دائما بدك تطالعني غلط؟ لانك متجوز وفي بنت صغيره بس. اخي اتركني عم بحلم. شايفني سارح بين الغيم، لازم تنزلني على الارض. لاني بعرفك وبعرف لوين رايح. قلت له معروف هذا الشعور اللي جواتك، قلت له ودعس عليه. اطلع لعند مرتك وقل لها انا بحبك، وفوت على غرفه النوم وقل لها لبيتك انا بحبك وبوسها. الحاجه هي الافكار الشيطانيه. الله يسعده. اهلين زينكو. أخي شيلك مني، أنت بقى شو أخبار الحب؟ أنا؟ آخ آخ طياب كمال الدين، ها؟ لمين كنت عم تقولي زينجو رينجو؟ مين يعني؟ جمال ومعروف. وهي احلى كاسه شاي للمعلم عفراق، تفضل. عاشوا الايدين. صار لي اربع ايام طالع من السجن، كل مالي عم اندهش، مفاجآت يمين وشمال. المهم شفت اهلي؟ قعدت معها اربع سنين، وهي جايكي من عندها. ولوين وصلت؟ لسه ما شفتها. لا حول ولا قوة الا بالله. لحظة. ليك هي القرنة؟ تقول مسهورة. هالبقعة فيها شيء ما حدا عم يقدر يفهمها. هي؟ ايه. خير اللهم اجعله خير. تفضل تفضل. مين؟ مين؟ أنا هنا افتحي. شو سهلة تفتحي؟ كيف حالكم؟ أهلين يا بنت، أهلا وسهلا، تفضلي. يي مريومة، تقبري قلبي شو حليانة، اسم الله عليكي. بتقولي الخالق الناطق معروف؟ إيه، كيفك سلفتي؟ الحمد لله تمام. كيفك أنتِ؟ أنا والله زعلانة منك. خير ليش؟ هيك يا منظومة لا بتزورينا ولا بتطلي لعنا. والله أنا انشغلت بمريم و... حبيبتي ما برضاها، يعني أول شيء كنتي هيك عمياء ووضعك بصعب على الكافر. هلأ ليكك حولك وحواليكي وما أحلاكي وبتشوفي، ليه ما عم تجي لعنا؟ أنا آسفة، عم علي صوتي وعماني درياني إنه معروف نايم. صباح النور دكتور، آسفة والله ماني عارفان إنك نايم، عم علي صوتي وآخذ راحتي. لا ولا يهمك، أصلاً صار لي شوي فايق. كيفك مرتخي؟ الحمد لله. يلا أنا بالإذن بخاطركم. هديك اللي ما معنا. والله ما فيني مستعجلة، بدي أطلع بيت عمي يسلم على جمال، بس قلت اول شيء بطريقي بسلم على حبيبه قلبي نور. فيك الخير والله. يلا على اذنكم. سلام. صحية دكتور، شو كنت عم تعمل بكليه الاداب؟ انا شو بده ياخذني على الاداب؟ يمكن غلطانه، بس هند خبرتني انه شافتك على باب المدرج اللي كانت عم تاخذ فيه محاضره. لا مستحيل، شو هالحكي هذا؟ ايه هذا الحكي امبارح. اي مبلا. تذكري وقت قلت لك شفتوا الدكتور فايزر فيه مشان اخذ رقم تليفونه؟ وين شفته على باب الاداب؟ عنده شغله لبنت عمه جوا،
قال لي فوت معي دقيقتين مشان نحكي كلمتين مع بعض وطلعنا. بس غريبة يعني، أنا ما شفتها لهند، هي شافتني؟ والله ما بعرف، هيك خبرتني. يلا ما رح طول عليكم، بالإذن باي. كيفك اليوم؟ شبك نور؟ هي غريبة. شوفي هلأ هي مو مرته للدكتور معروف؟ مرته شو الغريب بالموضوع؟ شو هي ما كانت تحط غطا على راسها؟ ايه والله طالعة بلا هذا حكينا، شلون طالعة من دونه؟ خيو ما دخلنا ما دخلنا، خلينا نفوت قبل ما يجي المعلم. خلينا تعال شو امشي امشي. انا بفتح، خليكي لا تطلع. باي. صباح الخير. أهلين، صباح النور. أنا آسف جايكم بهالوقت ومن غير موعد. العم أبو نورس موجود؟ إيه والله موجود، بس يمكن نايم. معلش ولو بدي عزبك تفيقي لي إياه. إيه فيقه، بس مين له بلا صغرة؟ قولي له أبو نزار الدلال، عاوزه بخصوص الأرض، أكيد حكى لكم عنا ما؟ آه إيه طبعاً طبعاً حكى لنا. الله يرضى عليكي، أبقوا نقوا عليه شوي، يعني شكله هالمرة بلش يلينها. شوي من عندي شوي من عندكم بنقنعه. ايه ليش لا؟ ايه ابو نزار الدلال. يا اهلين وسهلين، تفضل. معلش ولو عزبتك تفيقي لي الوالد؟ ايه طبعا ما في مشكله فيقه، بس يعني تفضل، مو معقول تضل واقف على الباب. شكرا كلك زوج، يعطيك العافيه. يلا يلا اهلا وسهلا. يلا بابا. جيبك شو مو شايفة عمياء؟ هدا ما تفتح الباب، مو سامعتي. ايه وينها؟ مين اخي؟ نور يعني مين؟ ما اجت لهون. شلون ما اجت؟ من ربع ساعة طلعت ومحطة على راسها، وين راحت هي المجنونة؟ عم اقول لك والله ما شفتها ما اجت. أميرة مريم لحالة بالبيت، نزلي لعندها، أنا رايح لورا. لك شو في معروف فهمني. هدى حبيبتي أنتِ مو غريبة، رح بدل ثيابي وانزل على بيت أخي شوي، إيه؟ ساوي القهوة فوتي لهم إياها، الله يوفقك. إيه تكرم عليك ومشي يا حبيبتي، لا تحكي لي هم. حسان نضال. ايوه اهلا بالدكتور. حدا شافها لنور؟ من شوي كانت طالعه هيك. ولك نضال؟ شو بده الدكتور معروف؟ بسأل عن مرته. بس والله شكله في انها. خراس خراس خراس، امشي فوت احسن ما يسمعك ضياء ويروح يقول للمعلم. فوت قدامي، فوت مرتتك. بس هذا مو اصول يا ابو نزار، ليش لحتى اتفاوض انا وياك؟ جيب لي الزلمة بيقعد انا على البازار وبنتفق. اخي الزلمة مفوضني الي، انت شو اللي زعجك؟ هلا انت بدك العنب ولا تخانق الناطور؟ ابو نوراس، الجماعة مستعجلين كثير، فطلبوا مني اني انهي الموضوع اليوم قبل بكرة. ايوه. وليش مستعجلين بقى؟ انا بعرف اللي بده يبيع بيكون مستعجل، مو اللي بده يشتري. والله ما بعرف شو بدي اقول لك، بس رغم هيك رح فهمك. هذا يا سيدي الزلم اللي بده يشتري الأرض عم يشتغل بالخليج وجاي لهون على البلد إجازة، وحاطت براسه مشاريع هو وكام واحد، وصلن أسبوعين عم يدوروا ويدوروا على هالأراضي ويعاينوا مواقع، وبالأخير رسوا على أرضك. فالزلمة بده قبل ما يسافر ينهي أمور الشراء مشان شركائه اللي هون يبلشوا شغل. فهمت هلأ أبو نوراس؟ ماشي أخي أبو نزار. وشلون رح يكون الدفع؟ أنت ما تاكل هم الدفع أبداً،
إذا اتفقنا اليوم من على بكرة الصبح مننزل أنا وياك منوقع كل الأوراق وبتاخد شيك فورا. أبو نزار أنا الخزعبلات هيك اللي ما بحبها، شيك وكمبيالات وما بعرف شو، مالي بيها القصص بنوب. وشلون بدك المصاري لك؟ عمي بيجي لعندي لهور على البيت بتك المصاري شندي وبوقع له على أي ورقة بده إياها بوجود المحامي منيح. وحد الله أبو نوراس، وحد الله. لا إله إلا الله. بدك الرجال يحمل 18 مليون ليرة لعندك لهون؟ أساساً ليش لتحط ببيتك هيك مبلغ؟ طب شو قولك ننزل أنا وإنت بكرة الصبح على البنك وبتفتح حساب باسمك وهنيك بحول لك المصاري كاملة. عمي شيلي من قصة الشيكات والبنوك الله يرضى عليك، شيلي من كل هذا الحكي، بجيبني المصاري لهون ولا تأكل أمي إنت. بعدين تعال لك أبو نزار، شو هي 18 مليون؟ عم تأكل بعلي حلاوة؟ لا يا رجال الله يرضى عليك لا توجع لي راسي، 25 مليون ما بينقصوا فرنك. لا لا أبو نورس إنت هيك عم تقلعني، قوم خذ لي طريق، إنت ما بدك تبيع. لك شو عم قلعك؟ ما عم قلعك. هلا إذا كنت أنا راكد ورا مصلحتي ومصلحة أولادي بكون عم قلعك. ما اختلفنا، بس قول كلام معقول. لا حول ولا قوة إلا بالله. عمي مثل ما قلت لك 25 مليون ما بينقصوا فرنك. بعدين تعال أقول لك مروان، لك أنت مفكرني ابن امبارح؟ أنا ابن سوق من 40 سنة شباب. شو يعني هالحكي؟ شو يعني؟ اسمع، أول شيء أنا مالي مستعجل والأرض على قلبي أحلى من العسل. ثاني شيء على يدك يا عباد القرش جبت لي من سنتين 20 مليون، هلا جايت لي 18 مليون؟ ذاكرتي لساعتها حديد مروان أفندي، حديد ذاكرتي. طيب أخي ما بزعلك، مثل ما بدك، 20 20. 25 مليون ما بينقصوا فرنك. لا أبو نوراس قسما بالله رح تزعلني منك. أخي أنا شو جايني؟ إن شاء الله تبيعها بخمسين مليون. لك بالعكس، بالعكس أحسن لإلي. بس وينك أبو نوراس؟ الجماعة مالهم هينين أبدا، ولاد سوقوا بيعرفوا قيمة الأرض. أبو نوراس البيعة رح تطير من إيدك، فكر منيح. عمي بيروح شره بيجي أحسن منه. على يدك أنت من 10 سنين جبت لي 2 ملايين. طيب أنا رح أحكي مع الجماعة، بس وينك؟ مثل ما عم قلك أنت من يدك رح تطير البيعة. لا عمي أنا الكسبان. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب وين تليفونك؟ خليني حاكيهم. يلا دقيقة. يلا 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 يلا. عمو دقيقة وبتجهز القهوة. يسلموا إيديك. أهلا شرد. يلا يلا. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.